لن يبرحوا مكانهم حتى تتحقق مطالبهم. هكذا هو موقف سكان منطقة جرمت علي في محافظة البصرة، الذين أعلنوا اعتصاما مفتوحا منذ عدة أيام احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية. مجيء القوات الحكومية لامتصاص زخم التظاهرات لم يجد نفعا مع هؤلاء الساخطين على ما آلت إليه أوضاعهم بسبب الفساد الحكومي، لتعود هذه القوات أدراجها. فمعتصمو جرمت علي قالوا إنهم ليسوا بحاجة لوجود قوات أمنية هنا في شارع بغداد، وإنما هم بانتظار محافظ البصرة للاستماع إليهم وتنفيذ مطالبهم. احنا بالنسبة لنا ما ننسحب مننا لما يجينا مسؤول. صارنا 4 أيام من الظاهر لا اجى مسؤول لا اجى محافظ، وما ننسحب مننا الا يجي المحافظ نفسه. معتصمو جرمت علي أمهلوا السلطات الحكومية ساعات قليلة للاستجابة لمطالبهم، وبخلاف ذلك يتجه المعتصمون لتوسيع رقعة اعتصاماتهم. إذا ما تنفذ المطالب خلال 3 أيام أو 4 أيام راح يكون إنه شغلة ثانية بعد، وهي سد بي اس 2، طريق بي اس 2 اللي محطة الضخ اللي هي بي اس 2 خاصة بالنفط بالرمال الجنوبية، ميناء العمية ينسد، وإذا سد ميناء العمية فالحكومة تعرف شنو عواقبها بعدين. ورغم اعتصامهم منذ عدة أيام، يؤكد سكان جرمت علي أنهم لم يقابلوا أي مسؤول حكومي إلى الآن. وبالنسبة لنا ما نطلع منا وما نبطل منا إلى أن ينفذون مطالبنا، ولحد الآن مسؤول ما أجانا. هذا 3 يوم إحنا على هاي الحالة، مسؤول ما أجانا ولا أي واحد ولا أي واحد يعني إجي هنا وشاف شو نريد. بس إحنا إن شاء الله مستمرين، وهاي التظاهرات لما يحققون مطالبنا يلا ننسحب. وتشهد محافظة البصرة تظاهرات شعبية واسعة تحول بعضها لاعتصامات مفتوحة في مناطق مدينة وشط العرب والقرنة جراء انقطاع الكهرباء المستمر وارتفاع ملوحة المياه وانتشار البطالة.